دعاء تقرأه في الصباح وفي المساء يكون لك حصنا حصينا من كل أذى الجن، من عين أو مس أو سحر. احفظها، فإن جبريل علم به محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى هذا الحديث، كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كادته الشياطين؟ فقال الصحابي: إن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأودية والشعاب، وفيهم شيطان بيده شعلة نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهبط إليه جبريل فقال: يا محمد قل. قال: ما أقول؟ قال: قل أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. قرأه النبي صلى الله عليه وسلم فطفأت نارهم وهزمهم الله تبارك وتعالى. احرص على هذا الدعاء، بارك الله فيك.